فهو الأصل أنه الأصل في الأشياء الإباحة. هذا مذهب أهل السنة. المعتزلة قال لا، الأصل في الأشياء التحريم، حتى يأتي الإذن من الشارع يبيح لك كذا وكذا وكذا، وهذا باطل ولا دليل عليه ولا دليلهم عليه، سوى أنهم قالوا لأن من القبيح أن تستعمل حق غيرك من غير إذنه. فقلنا لهم قد أذن الله لنا بقول إيش؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقد أذن لنا بذلك. ثم قبيح أن تستعمل حق الغير بغير إذنه ما لم يتضرر بذلك، فإن لم يتضرر فليس بقبيح ولا لا. إيش مثاله؟ كما لو أشعل نورا أو أوقد نارا، فأنت وقفت أمام النور الذي وضعه فلان الجار، ثم إيش؟ أخذت تقرأ ورقة على ضوء جيرانكم، أفضل من الساعة 3 بالليل رحت تطق على جارك وطلع حس ما شاء طلع عندي ورقة بقراها على ليتكم تسمح لي، شو يقول لك؟ الله يهديك أنا أسبالي عندك شيء صح؟ اقرأ يا أخي. لا ما. طلع معتزل قال قبيح أن استعمل ليتكم غير لا استأذنك. لا يبقى استعمل صح؟ لأنه ما يتضرر. شخص ما جار له شجرة كبيرة ذات ظل، والظل هذا نازل لي حوشك في البيت، جيت انت فرشت لك بساط وحطت قهوة وشاي وقمت القهوة، لازم تستأذن جارك انك تستظل بالظل اللي جاي اصلا في حوشك؟ يجب. هذا الظل ظل من؟ ظل الجار، ولكن استعماله ها واستفاد منه لا بأس به، لأنه لا يضر. فالمباح هو قد أباحه الله لنا، والأصل في كل شيء إيش؟ الإباحة، الأقوال والأفعال والأطعمة والأشرب، كل شيء حلال إلا ما نص الشارع، يستثنى ذلك في الفروج، فكل فرج حرام إلا ما أباحه الشارع.